سقط 17 قتيلا على الأقل في العاصمة العراقية وحولها في 4 تفجيرات، منها تفجير بسيارة ملغومة أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه. وقال التنظيم في بيان يوم الاثنين إنه استهدف مسلحين من فصائل شيعية في حي الأمين في شرق بغداد. وقالت الشرطة ومصادر طبية إن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 42 في التفجير، كما قتل مدنيان وأصيب 7 حين انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق في حي الشعب ذي الأغلبية الشيعية بشمال بغداد. وذكرت مصادر أن تفجيرات وقعت أيضا في مناطق ذات أغلبية سنية، وفي لطيفية على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد انفجرت قنبلة، مما أسفر عن مقتل شخصين، ووقع انفجار آخر قرب دورية للجيش على المشارف الشمالية للعاصمة، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 4. وأصيب 3 مدنيين حين سقط الصاروخ على حي الشعلة في غرب بغداد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات الأصغر. وتشهد العاصمة موجة من عمليات الخطف والهجمات التي تستهدف مسؤولين حكوميين ومدنيين، إذ قتل مسلحون بالرصاص مسؤولا محليا مع ابنه وقريب لهما في بلدة الطرمية على بعد حوالي 25 كيلومترا شمالي بغداد. وتحاول الحكومة طرد مقاتلي الدولة الإسلامية من مساحات واسعة من شمال البلاد وغربها، لكن تقدمها بطيء لا سيما في محافظة الأنبار في غرب العراق. وعن عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلنت قوة المهام المشتركة تنفيذ ضربات جوية على أهداف للدولة الإسلامية قرب الموصل استهدفت مركبة كانت تحمل شبكة من العبوات الناسفة. والموصل ثاني كبرى المدن العراقية، واستولى عليها التنظيم المتشدد في يونيو 2014. وانهار الجيش العراقي في الموصل تاركا الحكومة لتعتمد على الميليشيات الشيعية التي تمول معظمها وتدعمها إيران، وذلك من أجل الدفاع عن بغداد والتصدي لزحف التنظيم صوبها، ومن أجل استعادة الأراضي التي سيطر عليها مقاتل الدولة الإسلامية. رحاب علاء، رويترز.